مساء الخير، حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة، أسبوع جديد من 18. هنطلع عليكم إن شاء الله في 5 حلقات من هذا الأسبوع، نتكلم فيها عن أبرز وآخر وأهم الأحداث الرياضية للكرة الكويتية والعربية والعالمية. أخوكم عبدالله مال الله، نقدم ساعة ونص تلفزيونية رياضية إن شاء الله دائما وقتنا من الاثنين لغاية يوم الجمعة من الساعة 11 لغاية الساعة 12 ونص. ضيوف ومحللين نعطيهم أسئلة، نتكلم عن مصادر، نتكلم عن أخبار، قد تداول هذه الأخبار في مواقع ووسائل الإعلام، تتداول هذه الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كانت لها الحق أن نتكلم بأنها واقعية وغير واقعية نناقشها في 18 في هذا السيركل الخاص فينا، ونشوف آراء ضيوفنا داخل الاستديو. نرحب بضيوفنا من اليمين ومن اليسار محللين 18، بداية بالكابتن عادل عقل أبو خالد، حياك الله ويانا. الله يحييك يا أبو تركي، مس عليك بالخير وعلى سادة المشاهدين وعلى العزيزين الغالين، أخوي نواف أبو جاسم شاتي في مجروحة، وأخوي الغالي ومشعل اللي شاتي مو في مجروحة، اللي لازلت أقول هو أفضل إداري في الموسم الماضي، وأتمنى كل خير أبو مشعل، هذه ما هي مجاملة لك يا أبو تعلم منك الله يجزاك خير. كابتن نواف الخميس، نمسي عليك محلل 18 أيضا ويانا في حلقتنا اليوم. الله يحييك يا أبو تركي، مسي عليك وعلى أبو خالد، ومبارك له على التكريم الأخير يستاهل، ومن هالأعلى إن شاء الله يعني الرجل المناسب في المكان المناسب اللي نقولها. مسي على ابو صالح وعلى ابو مشعل الشرفي وعلى ايضا الساده المشاهدين. كابتن محمد الصالح محلل 18، حياك الله ويانا، واليوم في كم سؤال نبي منك الزبده. الله يحييك عبد الله، الله يستر من هالاسئله هذه. مسي عليك وعلى الحضور وعلى الساده المشاهدين، واقول لابو خالد ما ابي اقول له مبروك على التكريم، اقل ما يمكن ان يقدم له صراحه، المدير الذهبي مدير رائع جدا يعني، ويا ريت الكل ياخذ حذوه مو قبل الحين. الله يجزاك ابو خالد قبل الحين والله هذا انت يستاهل يستاهل. ضيف اليوم كابتن بدر الخادي، حياك الله ويانا في 18 ونرحب فيك. الله يحييك يا ابو تركي، ارحب فيك وارحب بالساده المشاهدين والاخوان اللي موجودين. الامانه انا ودي ابارك حق اخوي عادل عقله، الأمانة هو التكريم هذا أقل ما يقدمه، لكن عادل الأمانة يستاهل تكريم على مستوى الدولة لما قدمه على الرياضة، لأنه هو إضافة يعني احنا نتعلم منها اضافه على الكره الكويتيه ككل مو على النادي. عليك زود يا ابو شعب. يستاهل ابو خالد، وايضا انا اثني على قالوا الشباب تحديدا لكابتن عادل عقله، صغير القوم خليت اخر واحد، كبير القوم صغير القوم سنا عزيز غالي، تستاهل اليوم المتصدر في الترتيب دوري والمتصدر في الفانتازي اليوم بما انه يوم الاثنين ما شاء الله اليوم، ومن هالاعلى يا ابو خالد. ابي توقعت محمد صالح انا، تبي تشوفها؟ لا محمد بعيد بعيد بعيد، من اللي بعيد؟ انت ما طفت الا انا بس، باقي ما حد جايب شيء ترى. اليوم ان شاء الله راح نتكلم ملخص خاص للجوله الرابعه من الدوري، بالاضافه الى الفانتسي راح نعرض التوقعات الخاصه لمحللين، تحديدا هذه الفقره مخصصه لمحللين ال 18. الترتيب راح يكون ان شاء الله راح نتكلم عن جوله الاسبوع بالاضافه الى مباريات اللي حصلت وبعض الاسئله الخاصه. ابو خالد قاعد ياشر لي شنو ترى كذا سمحت لي بس، طبعا الزام علي يعني اشكر أخوي العزيز صلاح المطيري يعني صاحب حساب هايدو، وهذا مو غريب عليه يعني، احنا تعودنا ترى التكريم دائما يكون للشخص لما يترك او يعتزل او حتى يموت لا سمح الله، لكن لما يكون في مجاله موجود ويكرم هذه بادره ايجابيه منه، انا اشكره مو غريب على اخوي صلاح. ايضا الشكر موصول لاخوي العزيز خالد الهيت ابو فهد، والعزيز بندر ندى، واخوي عبد الله الحاوي العنزي، والاخ صالح الجنفاوي اللي كانوا متواجدين، العزيز دكتور ناصر الفضلي، خالد الشمري، اخوي ابو علي صالح حبيب، اخوي حمود الديحاني، سطام السهيلي، كلهم كانوا متواجدين، اشكرهم على هذا الحضور، وكانت جمعه مميزه ترى، كان فيها اراء كثيره، في يعني اراء حتى تختلف عن ارائنا، ولكن هذه الديمقراطيه وهذه الرياضه اللي احنا تعودنا عليها ونتمنى تستمر بهذا الروح اللي دائما تكون هي الروح الرياضيه، والرجالات اللي ذكرها ابو خالد يستحقون الشكر والثناء في 18 تحديدا. دائما نروح ببريك وبعدها نتكلم عن مواضيعنا. لازم
النقاش مستمر وأنا مخليهم على راحتهم، لكن اللي علي على العدسة هذه إذا كانت على الهواء قد تضحكون على النقاش. في شيء قال، في شيء طلع، في شيء ما طلع. لا أنا خليكم على راحتكم، ولكن دائما نلخص اللي تقولونه، يطلع سؤال أسجله وأنتم معافين. الحكي يعيزك في الفضايح يعني طبعا. لا والله أنا ما أحب الفضايح، أنا أحب الكلام ينقال على الهواء فقط. بداية راح نتكلم عن بعد نهاية الجولة الرابعة الترتيب كالآتي: الكويت المتصدر بعشر نقاط، الجهراء الثاني بسبع نقاط، القادسية الثالث ست نقاط ومتعادل وياه بالنقاط، لكن فرق الأهداف وقد تكون فرق الترتيب تحديدا السالمية بالمركز الرابع. لكن إذا بتكلم عن في بعض الأسئلة انقالت ممكن في إحدى اللقاءات والبعض ما لقيت منها إجابة. أبو خالد أنا للأمانة في سؤال إذا المتابع يتابع من أسبوع اللي طاف في البرنامج يقول عبد الله قال هالسؤال وايد، لكن انا ابرر سؤالي هذا ما لقيت اجابه تخليني ابتعد عن هالسؤال هذا. الكويت متصدر لكن غير مقنع للحين في الاداء. ابو تركي خليني اقول لك بكل امانه، انا ترى ما يعني ما اتفق معك بس ما اختلف معك، يعني في دقائق كنا مقنعين، في دقائق اطول كنا غير مقنعين. انا اقول لك الامانه، فوزنا على النصر 4-1، الجيم الاول النصر كان افضل، افضل حتى من افضل من الكويت، وقلناها انه جيم بجيم. مع الجاره كنا افضل، الجاره كان راد. مع العربي كنا افضل لكن ظروف العشر لاعبين. انا اقول لك ابو تركي بكل امانه الفريق عنده افضل، لكن يا ابو تركي اوقات قوه الدوري فرق كلها منافسه، فرق كلها مستعده تعطيك يعني من داخل تبي ثلاث نقاط. انا شيء يهمني اقدم مستوى ما اخذ ثلاث نقاط، صح اوقات تقديم المستوى هو اللي وصلك لثلاث نقاط، عدم تقديم المستوى وصلك الخسارة. ويمكن لاعب وخالد مثل فابيانو شفنا أداءه في كاظمة أفضل من أداءه في الكويت. عشان كذي أنا أقول لك بتركي، في بعض اللاعبين للحين ما ظهروا في مستواهم المعهود. أنا كإداري ما دام ظهر في روحه المعهودة فأقول لك أنا هذا يعجبني، لأن أتكلم كإداري. كفني أنا أقول لك في بعض اللاعبين للحين ما ظهروا في مستواهم، في لاعبين ظهروا من نفس مستواهم منهم قبل ما فابيانو. لا شوف أنا ما أبي أتكلم يعني حتى كمحلل ما ابي اذكر اسم، حتى تقول على الساميه على العربي، احنا نتكلم بصفه عامه زي. بصفه عامه في بعض اللاعبين المميزين اللي نادي الكويت يعتمد عليهم الحين مو هذا مستواهم، ما ظهروا في مستواهم. لما نقول ما ظهروا في مستواهم ترى هذا مدح لهم، معناته هم مستواهم اكبر من الشيء هذا، هذا مدح لهم. لكن انا اوعدك ابو تركي واوعد حتى جماهيرنا في الفتره المقبله باذن الله سبحانه وتعالى بيشوفون المستوى افضل. ليش بيشوفون مستوى افضل؟ لان احنا مراضين عليه، وكل يوم ترى نجتمع مع اللاعبين. احنا لعبة النصر بعد لعبة النصر ترى كان في اجتماع مطول مع اللاعبين، وريناهم حتى فيديو، كنا على متمستانسين 4-1، احنا مو مستانسين مو لان المفروض نفوز اكثر، لا، لان احنا محظوظين فزنا بالمباراة اصلا، احنا توفقنا بالفرص عكس النصر. يوافق كلامي نعم انا اقول لك انا اعترف لك للحين الفريق قدم، لكن للحين الفريق عنده افضل، وان شاء الله باذن الله الخير ان شاء الله. كابتن نواف ابي اتكلم عن الاحداث الاخيره واللي قاعد يصير مع النادي العربي تحديدا. هناك انقسام بالراي، واحنا قاعد نتكلم عن اراء الجمهور واراء الوضع الرياضي، انقسام بالراي بان من يتحمل وضع، ما ابي اقول خساره، ما ابي اقول اللي قاعد وضع نادي العربي، من يصب تحت ان المدرب هو اللي يتحمل هذا الوضع. في ناس يقولون الجهاز الاداري واللاعبين هم اللي يتحملون هذا الوضع. منظومه كامله من مجلس إدارة وأيضا المدرب يتحمل جزء مسؤولي، لكن أنا أقولها بكل صراحة وشفافية مع المشاهدين ومعكم أنتم، محمد إبراهيم ظلم نفسه لما راح نادي العربي في ظل الظروف الحالية وفي الوقت الحالي. فريق مر على 4 مدراء فنيين في موسم واحد وهو الخامس، فيعني فريق الحين أنا العربي ما أقول قاعد يمر مرحلة انتقالية، العربي مغرز مو قاعد يمر مرحلة انتقالية. الموجودين حاليا العربي يعني ما يقدر يعني ينتقل نقلة انتقالية إلا لما يكون عنده قاعدة زينة، مشكلة القاعدة مو موجودة. طبعا هذا مسؤول اتقع على عاتق منه مجلس إدارة بما فيهم اللي هو الكاظمي ومع 11 عضو في مجلس إدارة كلهم مسؤولين عن اللي قاعد يصير في نادي العربي من مراحل سنية، عدم تطوير القاعدة، جلب لاعب ما هم مميزة، وكذلك المحترفين. يعني انت الحين انا بدي اشوف يعني محمد ابراهيم كمسؤوليه، لو بحط مسؤولية عليه راح البري سيزون بس تقل ظلم نفسه، ظلم نفسه ليش؟ لانه هو اصلا هو كان مدرب، انت مدرب لما تنجح شلون تنجح؟ لازم يكون عندك عناصر متوفره. المدرب بروحه ما يقدر يسوي كل شيء، يعني انا ما اقدر احط على المدرب انا شماعه واحط على المسؤوليه والادوات المتوفره عنده. يعني مثلا يعني وايد اراء ومنها في ناس معانا هني محللين يعني عندهم راي انه
محمد ابراهيم لا يعني انا احط عليه عذر وذنب كبير انه مسؤول عن النتائج العربي بس اعطيني فرصه. محمد ابراهيم مسك هذا الفريق بدون محترفين والعربي معاقب بالتعاقدات راح معهم بري سيزن غير ولا محترف. قال ايضا اللي هو قول معي اللي هو احد اداري نادي العربي انه اتجاه الاداره الى تجديد مع بقيه اللاعبين الموجودين منهم اللي هو حسني وكذلك اللي هو كيتا. كيتا انا اشوف كيتا كيتا مو من ضمن اللاعبين اللي مميزين حاليا يعني لو في خير مع فطيري. حلو انا على نفس الجزئيه هذه ابي اتكلم فيها كابتن محمد الصالح بموضوع اللي قاله كابتن نواف الخميس. محمد ابراهيم كابتن محمد ابراهيم ظلم نفسه وعطى يعني بعض التبريرات الخاصه بما قاله في هذا الموضوع. ابي رايك بما انك انت كتبت كم شغله لما قال ظلم نفسه. اي انا قاعد اكتب ملاحظات صراحه إيه؟ عبد الله يعني ولازم تنقال مو بس لابو عزيز للكل وللجميع اي سواء بخصوص محمد ابراهيم او وضع النادي العربي بشكل عام. نعم اولا قصه محمد ابراهيم ظلم نفسه يعني ما عليه. انا الحين رسالتي للعرباويه داخل النادي شفتوا وصلتوا لنا وين ها؟ صار محمد ابراهيم ظلم نفسه لانه يدرب النادي العربي اعرق الانديه الكويتيه صار ظلم نفسه. قامت الناس تتكلم بهالشكل هذا ويقولها عادي لان من حق كل واحد الحين يتكلم ويقول لانه والله النادي العربي وضعه ما يصير لا عدو ولا صديق بس خلاص لان شافوكم انتم لا استراتيجيه لا منطقيه لا قياده ولا شيء وصلوا مرحله والله هذا يقول ظلم نفسه والله يجب منظومه كل من قام يحط استراتيجيات. زين صالح الريال انتقد انا قلت الكل انتقد. انا قلت الكل يعني هي مو الحقوق النقد خاصه لك في نادي العربي. لا مو لي انا إيه؟ انا قاعد اخاطب مجلس الاداره حاليا إيه؟ انا قاعد اخاطب مجلس الاداره بما فيهم انا مو عضو مجلس اداره عشان ارسم استراتيجيه للنادي العربي انا مو عضو مجلس اداره لكن انا مطلوب منهم استراتيجيه انتقاد بس علشان اوضح لك. انا انتقدت نوع الانتقاد ماكو شيء اسمه محمد ابراهيم ظلم نفسه. شرف لكل مدرب بالدنيا كلها انه يدرب النادي العربي. النادي العربي هذا لحظه وقف عاد انا ما ابي اكبر الموضوع زياده لكن هذا النادي العربي شرف لكل مدرب ماكو شيء اسمه ظلم نفسه. ما ظلم نفسه تمدرب اعرق الانديه الكويتيه يا كابتن شنو ظلم نفسه؟ واسمح لي تبي نرجع لمحمد ابراهيم تعال نرجع للبدايه. محمد ابراهيم تقابلت بهذا الفريق من غير محترفين وكنت تدري انه ما في تعاقدات. تخيل انت كنت بتقود هذا الفريق من غير اربع محترفين واول ما انقصت احتجت فيهم قلت هذا انا ناقص اول ما غابوا كلام عدل نقط كلام من اللي عدل الحين نواف شلون عدل انا قاعد اقول لك بحق الانتقاد عزيزي معليش انا قاعد اقول لك الحين ركب هذه على ظلم نفسه تركب مو انا بقول تركب انت قابل تقود فريق عبد الله خليني اكمل جملتي على بعض سالتني تبيني اجاوب لا انا انت سالتني قلت لي تركب انت قلت لي لان جي انا بعض التصريحات فيها تبرير التصريح نفسه انت قاعد مثلا تتكلم عن نقاط بس ترجع حق الاساس هو نفس الشيء تعال نقول مرادف حابب تقول محمد ابراهيم ظلم نفسه كان قابل من غير محترفين هذا الفريق اللي هو قابل من غير محترفين صار الفريق فيه اربع محترفين كان فيه واحد صار زادوا عليه ثلاثه معلش على ابو عزوز خلوني اكمل جمله يلا انا حلو انت الحين هذا الفريق المفروض انه اضعف وانت قبلت فيه فاللي انظلم حاليا هو الفريق مو انت يا محمد ابراهيم لان الفريق جابوا لك ثلاث لاعبين اضافيين على فريقك وانت كنت قابل من غيرهم. النقطه الثانيه انت عارف كل مشاكل النادي العربي ما في واحد الحين ما يدري شنو مشاكل النادي العربي وشنو انقسامات النادي العربي وشنو الحرب الضروس اللي صايره بالنادي العربي بين المنقسمين داخل النادي وانت عارف كل ما يحصل اصلا كله النشر غسيله في المواسم الماضيه كلها سواء بالاعلام ولا بالنادي ولا بالصحف ولا في اي مكان ثاني هذا كله منشور فانت عارف هذا كله ومع ذلك قبلت انك تمسك النادي العربي. فوق هذا هو وانا قلتها قبل الموسم واقولها الحين مره ثانيه واكررها يمكن المره الالف المحك الحقيقي هو محمد ابراهيم هو النادي العربي. اسمح لي الكويت القادسيه بمحمد ابراهيم وبغير محمد ابراهيم ابطال خذوا الدوري وخذوا كؤوس بمحمد ابراهيم ومن غير محمد ابراهيم. فانت يا محمد ابراهيم شنو الاضافه انك خذيت الدوري مع نادي الكويت ما هو ياخذ الدوري من دونك الاضافه انك خذيت الدوري مع نادي القادسيه ما هو ياخذ الدوري من دونك خذيت كاس معاهم وهم ياخذونه بدونك. المحك الحقيقي لما تمسك فريق فعلا ما يحقق الطورة وصل الى مستوى غير مستوى المعهود. حاليا انت مسكت النادي العربي شنو صار أسوأ مما يمكن عليه أسوأ مما كان عليه موسم الاضافه واللي قبله. فمن اللي ظلم نفسه الحين من اللي ظلم نفسه حاجني الحين هل يركب هذا الكلام مع محمد ابراهيم ظلم نفسه محمد كيفك انا انت كيفك جواب كيف كيفك لكن انت لكن انت اللي قاعد تقول لي يا لكن محمد كيفك انا قاعد اقول لك بالنهايه انا قاعد اقول لك كمشاهد عبد الله انا كمشاهد محمد ما عليه اسمعني معلش. انا كمشاهد اسمع لما تقول انت مو كمشاهد انت معي انا معك بس كمشاهد انا اعطيك صوت كلامي للمشاهد اسمح لي
انا اسمعني. كلامي للمشاهد، انت اقدر ادق عليك تليفون واقنعك. اسمعني منو؟ لا لا، لكن كلامي للمشاهد. انا اقنعني هني، اقنعني هني حق المشاهد. انا كلمت المشاهد، اذا انت تقول نعم ظلم نفسه في في هالمعطيات اللي اعطيتك اياها كلها، كيفك. انا في مشاهد هو يحكم الحين، يا يقتنع فيني يا يقتنع برايك. تسمع مني باللي اقوله؟ انت قاعد تقول كلام، يعني في شخص ثاني ما كملته. انت قاعد تقول كلام، قاعد تقول بعد كل هذا تقول انه ظلم نفسه، فانت قاعد انت اصلا قاعد تعطي معطيات انه في ظلم بالموضوع. الظلم على الفريق مو على هذا. انت انا قاعد اقول لك انت حاسبين مدرب انجاز، هو مع فريقين محققين كل الانجازات بمحمد وبغيره، فيفترض ان انت مدرب انجاز. ايه انت يعني الحين في معلش في مدرب شاب اللي هو ناصر الشاطي مع اخوه ميثم، في مدرب كان خبره قديم اللي هو مدرب فوزي ابراهيم، كان في مدرب اجنبي محمد ابراهيم. شنو تصنفه بين هذيله؟ هو المفروض انه مدرب انجازات. عدل انا غلطان؟ والله اكثر مدرب وطني يا بانجازات. عدل انا غلطان؟ لما نيجي واشوف هذه النتيجه شو اللي بيصير؟ رد ابو عزيز خلاص. صالح بقول لك شغله، تبي نتجمل بالكلام ولا نقول موضوع بواقع؟ يعني بواقعيه نتكلم. انا ما تجملت بولا شيء. انا بالنسبه لي يعني صراحه ما بالنسبه لي انا تبي اجامل اقول لك العربي منافس والعربي اسم قول عربي ما له علاقه بالمنافسه. انا قاعد اقيم محمد ابراهيم. انت اللوم على العربي انه ما ينافس او العربي قاعد يطلع بهالمستويات هذه، انا ما اقدر احط على المدرب روحه. انت لما قلت لي مساعه ان في انديه فازت محمد ابراهيم غير محمد ابراهيم، كلامك صح. من اللي قال حطيت على محمد ابراهيم بروحه؟ انا قاعد اقول لك محمد ابراهيم مسؤول. انا ما حطيته بروحه، لكن انا علقت على كلمه ظلم نفسه. ظلم نفسه انا لا بس اما من المسؤول؟ انا اقول لك ايش الحين اشرح لك من المسؤول وعلمك انا من المسؤول. في مدرب اللي ظلم نفسه، انا هذا ردي على ظلم نفسه. خل اقول لك الذكاء عند المدرب انه يروح فريق جاهز، ادوات الفريق تخدمه انه يحقق النجاح. الكويت جاهز، القادسيه جاهز، ممكن يحقق بداليبور، يحقق مع ابراهيم. هذا الذكاء. انا قاعد اكلم ذكاء المدرب انه واقعيته يروح الفريق جاهز، تكون عنده الادوات من اداره داعمه، اداره داعمه، عنده ايضا الاداريين معاه بالفريق متساعدين متفاهمين، والمواهب والفريق عنده الفريق متوفر، سكواد موجود. لكن بالنسبه لمحمد ابراهيم انا ودي اسالك سؤال، شنو العناصر الموجوده؟ انا قاعد اكلمك عناصر اللاعبين الموجوده حاليا المقنعين. خل نقول محمد فريح، علي مقصيد، وايضا هبط مستواه. تبقى عندك انت عند... راح تقول اسامي في غيرك، راح تقول اسامي ثانيه ممكن، لكن انا اعطيك اقول لك مواهب مو متوفره حاليا بنادي العربي. ناهيك انه ايضا السنه طافت العربي في عنده مشكله اداريه ايضا، لما اجتمع عبد العزيز عاشور امام الاعلام لكل لاعبين يقول احنا ما عندنا فلوس. ايه؟ يعني حتى في لاعبين حتى بالانتقال العربي يقول كياها ايضا من تحت الطاوله، لو يجيهم عرض من الكويت، ما اقول قادسيه، الكويت، عرض من الكويت يمكن يفضل الكويت على العربي، لانه والله ممكن ياخذ حقوقه كامله. ابو عزيز ابو عزيز العربي بختم العربي عنده مشكله، العربي عنده مشكله. ارجع على على اساس سؤالي يا جماعه. ايه؟ رحتوا بعيد اساس سؤالي، قلت لكم منو، انت قلت لي اجابه حلوه، قلت لي منظومه كامله هي الاساس، بس ايه؟ انت رحت بزاويه واحده بس. حلو. ايه انت الحين مو تكلمت، قلت لك من هو المسؤول عن الانقسام والوضع اللي قاعد يصير بالعربي، قلت لي منظومه كامله، بعدين ركزت على مسؤوليه كبيره على مجلس اداره واعضاء الجمعيه العموميه اللي مبقين على مجلس اداره. انا ودي اقول له شغله واحده، مشكله نادي عربي، انت لما يكون عندك حليب فاسد تخليه بالثلاجه ولا تقطه؟ انا بجاوب عنه، اكيد بتقطه. إيه؟ هذا الوضع صار مع النادي العربي، المجلس اداره لا يصلح، من الرئيس الى 11 عضو الاخرين، والعربي يحتاج الى نفس. شكرا ابو عزيز. اسمع اسمع ابو مشعل، عندي وجهه نظر. عندك وجهه نظر؟ عندك، تفضل. ما واضح. انا ما ادري ليش الدنيا قامت ان العربي تعادل ولا خسر. ترى يا جماعه انا بذكر لكم موقف، يمكن عادل موجود يذكر. نادي الكويت خذ موسم دوري يمكن قبل 3 سنين، كان باول بدايته كان القادسيه فارق 6 نقاط من 7 نقاط. صح. والعكس صحيح، القادسيه كان فارق كان السادس في البدايه، بعدين اخذ الدوري على الكويت. المقصد زين، المقصد انه ترى الكويت لما لعب مع القادسيه، لعب مع الجهره، لعب مع كالمه، لعب مع الكويت، تعادل المباراه قامت الدنيا. يمكن الكويت يفوز على السالميه، العربي يفوز على السالميه يصير 5 نقاط، الكويت يتعثر، القادسيه يتعثر، يفوز المباراه صار الاول. اذا صار السيناريو هذا معناته العربي زين ولا مو زين؟ ومجلس إدارة زين ولا مو زين؟ يا جماعة ترى احنا في البداية، ليش قايم الدنيا ان العربي مو زين؟ ليش قاعد يكسرون مجادي في الجهاز الفني والجهاز الإداري؟ احنا يا جماعة قاعد نتكلم عن الوضع بشكل، احنا ما قلنا العربي ما راح شنو لا شنو شنو الشكل الدوري لا هو بس لان نواف صرح قال مو تصريح يعني قال بكلامه انه محمد ابراهيم ظلم نفسه بس. ما في محمد ابراهيم ما بدا للحين الدوري، للحين بالبداية الدوري للحين، ما يعني مو معناته الكويت صار 10 نقاط هذا الدوري. لا مستحيل. العربي انا اقول لك لو يفوز على السالمية يوم الخميس ويتعثر الكويت والقادسية صار كم؟ 5 نقاط. وراها ينطر لعبة العربي القسم اللي وراه مع الكويت ويفوز، يتجدم على 3 أقسام. أنا قصدي الزعل يحتاج وقت. لا وقبل محمد إبراهيم كان ناصر الشرطي، ليش حط ناصر الشرطي إذا ما بيصبرون عليه؟ شوف المفروض ياخذ وقت ناصر الشرطي دام عنده فكر، والمدرب قاد طالعينه من المراحل السنية كان ينافس تضامن على المراحل السنية. نادي العربي دام انه حط خذ الخطوة هذه قاعدوه، عط ناصر الشرطي. نادي العربي ياب محترف الأردني
يا بالمحترف النيجيري مميز مو زين مو مميز مو انا اختلف معك مميز يا بالمدافع الان الزمالك والله انا اساميهم شوقي سعيد شوقي سعيد مدافع نادي الزمالك في احسن من السي في مال المدافع هذا شنو تبي يجيب لك هذا الوحيد الزين فيهم الوحيد الزين مثل ما تفضل زين الاردني اول مباراته مع القادسيه كان جيد بهالمباراه لكن بعد المباراه ضايق ما يصير تحكم يا رجل انا بتكلم على مستوى تقييم اللاعبين شباب بس احنا تشعبنا في خالد عندك انا طبعا يعني انا اسمح لي ابو جاسم هو الاحق ان يتكلم عن النادي العربي بس انا بقول نقطه ايه احنا مشكله العربي ما هي مشكله محمد ابراهيم او مشكله جهاز اداري او مشكله البلام او حتى حسين عاشور وعز عاشور هي المشكله العربي ما عنده اهداف انت تتكلم كمجلس اداره انت بدايه موسم او بدايه اربع سنوات لان بدايه موسم بدايه فريق اتكلم مجلس اداره قاعد اربع سنوات او خمس سنوات عنده تحقيق اهداف انا هذا اهدافي لازم احققها شنو الاشياء الايجابيه اللي لازم اسويها حتى احقق شنو الاشياء السلبيه حتى تعض منها ما احقق احنا انا كنت اقول هالكلام ابو تركي وهذا وجهه نظري انا محب للعربي لكن الكويت والقادسيه اعتقد عندهم منظومه اداريه وفنيه حتى بقطاع الناشئين وفريق الاول سنوات الاخيره كان السالميه ايام المرحوم خالد اليوسف بعد ما جاء طريجي للاسف محاها الان الشيخ تركي قاعد يحاول خلال سنتين ثلاثه شوف السالميه خلال اربع سنوات موسم الماضي السالميه مو زين موسم هذا زين هي المساله ما تكون لعبه زين لعبه مو زين خلينا نقول عربي خذ بطوله يمكن ابو جاسم ليش انا قلت احق لان ابو جاسم اكيد ترقى العربي اكثر منا كلنا لكن المساله هي ما هي مساله اني انافس واخذ بطوله هي المساله مساله نادي العربي احنا لما جانا نتكلم عن كره القدم لان مجالنا كره القدم انا اكلمك على نادي على منظومه اداريه فنيه بسله بطائره بيد قدم تحديد اهداف احنا اداريا ندش دورات اول شيء تسويه تحدد اهدافك صح. هل تقدر انا كنادي الكويت اي انا ببطوله نادي اخر يقول لي انا بقعد دوري ممتاز نادي اخر يقول لي بالكؤوس ما اقدر على الدوري العربي يحتاج انه عنده منظومه يحدد اهدافه المساله ما هي مساله محمد ابراهيم ولا ناصر الشطي ولا البلام ولا حسين عاشور انا هذا رايي بتسالني عن مجلس اداره العربي انا اقول لك لا بالامكان افضل من مكه كلهم اخوان كبار ورياضيين وترى كلهم يعشقون نادي العربي لكن بالامكان افضل من مكه ممتاز انا بس ارجع لموضوع معين انا ما تكلمت عن شخص واحد انا تكلمت بشكل عام عن الوضع اللي صاير بالعربي اخذ اتصالاتي وفي يا جماعه بس علشان قبل الاتصالات لان في ناس تدش على الهواء تقول انت تركز على سؤالين ثلاث على فريق معين وتنسى جايين بالاسئله والحلقه ما خلصت اخذ اتصالاتي اخونا محمد النصار حياك الله ويانا الله يحييك ويساكم الله بالخير جميعا يا هلا وسهلا متعهد اللاعبين اخونا محمد النصار نمسي عليك وحياك الله الله يسلمك ويساكم الله بالخير جميعا يا هلا وسهلا في البدايه يمكن انا ودي ان يعني اقول عن التميز اللي موجود حق خلينا نقول حق الدوري الكويتي بالعشر سنوات اللي طافت نعم القادسيه تميزوا لاعبينه ان اللاعبين قاعد يجتهدون من عندهم مع ضعف الامكانيات المتوفره خلال السنوات الاخيره إيه؟ فتميزوا بالروح جماهير النادي العربي تميزوا صراحه بحضورهم الرائع في السنوات الاخيره واللي صراحه ابدعوا فيه ممتاز وانا يمكن اقول لك ان من الناس المتميزين اداريا وهو الشخص اللي الحين على يمينك عادل عقبه اللي صراحه الواحد يقول فعلا يا بخت نادي الكويت في وجود عادل عقبه الله يجزاك خير اخوي محمد انا شاهد اعتز فيه اخوي محمد الله يجزاك خير حبيب الله يسلمك واعتقد انه لو كل فريق يكون موجود فيه مثل عادل عقبه كاداري يقود دفه النادي صراحه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن عليه عادل عقبه يستاهل شكرا محمد النصار سامحنا بس شكرا اخوي محمد الوقت ضيق جدا خليفه الشمري اهلا السلام عليكم وعليكم السلام والرحمه هلا اخوي خليفه حياك حبيت تبارك مديرنا الذهبي واللي نفتخر فيه واللي يعني ابو خالد يستاهل عزك خير يا خليفه حبيت يعني اتطمن عن اللاعبين على الكندري ويوسف خبيزي ومصعب طلال جازع يا ليت انك تطمن عنه وتشكري ان شاء الله بعد ما خلص الاتصالات اخوي خليفه نجاوب او اذا كان في استفسار منير نمر حياك الله ويانا السلام عليكم وعليكم السلام والرحمه يعطيكم العافيه جميعا الله يعافيك ويسلمك اخوي عادل بواسطتك شويه زياده ثواني كنت مسافر وكنت مسافر في كذا نقطه بسجلهم بتكلم فيها الله يرحمه منير استاهل اول شيء بالنسبه للحكم على ترتيب بعد الجوله الرابعه
من الصعب الحين نحكم على الفرق لأنه تول دوري درجتين ومن الصعب تحكم وكل شيء متوقع. في أهم خطوة هي عملية المعسكرات المغلقة اللي تسبق مباراة بيومين، هذه اللي ماشي فيها نادي الكويت بالذات، هذه جدا أنا بصراحة أكيد فيها وياريت الأندية المقتدرة تمشي في هالموضوع، لأنك أنت بهالمعسكرات هذه تقدر تقعد مع اللاعب تتكلم وتكتشف معه أمور ما تقدر بالساعات التدريبية الحصة التدريبية تكتشفها. الشغلة الثالثة اللي هي أخنا نواف الخميس، هو بالفعل مدرب محمد إبراهيم لا يملك قاعدة أصلا في النادي العربي، يمكن كلمة حرق نفسه يطلعت حزن نية، هي هذه القاعدة اللاعبين مراحل السنة في النادي العربي، أي مدرب راح يجي على النادي العربي ما راح يقدر يحقق أي شيء بسبب أن النادي العربي من سنوات كثيرة ما عنده قواعد في المراحل السنية. شكرا أخوي منير، جزاك الله خير، شكرا جزيلا، أعطيناك الوقت الإضافي اللي من أبو خالد. أبو ضاري. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا أبو ضاري، حياك الله. يعطيك العافية أبو تركي. يعافيك ويسلمك، تفضل. أمسي عليك ومسي على الموجودين معاك. حياك الله. وأبارك لأخوي عادل عقلة طال عمرك. الله يبارك فيك، مشكور يا أبو ضاري، مشكور. الله يسلمك طال أبو تركي. عندي نقطة أنا بالنسبة لأخوي بدر الخالدي، قاعد يقول العربي يمكن يفوز المباراة الجاية مع السالمية وكذا. أنا أشوف أن الكلام هذا تخدير، يعني العربي إحنا ما شفنا قدم شيء بالجولات الأربعة وعنده نقطتين خسارتين وتعادلين، فيعني ما في يعني الإنسان يكون واقعي شوي بالكلام. أنا أوجه السؤال لأخوي محمد الصالح بس، يعني هل هو مع إقالة محمد إبراهيم في الوقت الحالي؟ لأن ما عنده إلا نقطتين بس بالأربع جولات. نعم. فيعني ما قدم شيء، ولا حتى المدرب اللي يبي ما يقدر يسوي شيء بالفترة الجاية، لأن العرب الحين يعني ما قاعد مثل ما تقول، يعني حتى المباراة الجاية كلها صعبة، يعني كل مباراة العرب الجاية صعبة، ما في مباراة سهلة. نعم. وعندي سؤال اخير بس لاخوي عادل عقل، مباراه التضامن، يعني اربع لاعب ما يلعبون مباراه التضامن، يعني كمارا وجمعه سعيد طلال جازع وسامي وطلال جازع طال عمرك، فيعني عشان مباراه التضامن، يعني احنا نعرف ان المباراه سهله، يعني عشان مباراه يريحونهم بس. شكرا شكرا الاخير بالدوري بس حبيبنا يا ابو ضاري، جزاك الله خير، مشكور ما قصرت. نشأت احمد سلمان. الو، هلا اخوي احمد، يعطيك العافيه اخوي عبد الله. يعافيك ويسلمك، تفضل. الله يسلمك. انا ايد اخوي الكام الكاتب محمد الصالح. اي نعم. وانا اقول لكم العربي اول خمس سنين كان مريض، الناس تقول لهم مريض مريض ما عالجوه، وراها بخمس سنين صار مريض كلينيكيا وهم ما عالجوه، وراها بخمس سنين الفريق خلاص على وشك الموت هم ما عالجوه، خلاص يعني الفريق خلاص انتقل الى رحمه الله تعالى، وهذا اللي حبيت اقول لكم. شكرا يا سلمان، شكرا جزيلا. في بعد شباب؟ ماشي، في جزء وفي جزء ثاني ان شاء الله، علشان تكون الحلقه فيها جزئيه من الاتصالات، ممكن يكون سؤال ثاني يخلي المشاهدين يشاركون، فعشان كذي ما ناخذ كل الاتصالات بفتره واحدة. في يعني ناس تكلموا عن أكثر من موضوع، راح نناقش مواضيعهم الخاصة. عندنا بس ناخذ فانتازي 18. شباب جاهز؟ خلينا نشوف ترتيب الفانتازي الخاص في الجولة الرابعة تحديدا، بعد النتائج اللي توقعوها محللين 18 تحديدا، وطبعا فانتازي 18 برعاية كوبر تشمني. خلينا نشوف التوقعات الخاصة. أبو خالد قلتها اول الحلقه، قلت ما شاء الله اليوم ابو خالد بالصداره. كابتن عادل عقله 11 نقطه، كابتن صالح الوصيف محمد الصالح 8 نقاط، نواف كابتن نواف الخالدي 5 نقاط، كابتن نواف الخميس عفوا 5 نقاط، كابتن عايد الروضان 5 نقاط، كابتن دكتور ناصر الفضلي 3 نقاط، البقيه 0، كابتن صالح الجنفاوي، كابتن منصور ابول، وعبد الله جاسم، وصلاح مرزوق 0-0-0-0. للتوضيح بس في شغلة، احنا خذينا النقاط الخاصة بالجولة الأولى وطلعنا مع بعض وعرضنا فانتسي 18 في مطعم كوبر تشمني. الأول كان عايد كابتن عايد الروضان، وكان في المركز الأخير كابتن فهد كمين. هذه جولة جديدة تحديدا، أو شهر جديد إن صح التعبير، فتختلف توقعات كل أسبوع، نعرض والنتيجة تكون في نهاية الشهر. مخالد مبروك. الله يبارك فيك.
بس ما توقعت صالح وراك على طول. إيه. يعني هيك باقي ثلاث اسابيع. صالح مو فني، كاتب كبير بس ما طلع فنيه مو سهل. ماشي. ما قريب طايفك انطر. لا. خلص شهر. طايفك خلاص. شهر يا ابو جاسم. خلينا نشوف يا بعض بطاقة المركز الاول بالنتائج الخاصة فيه، شلون حصل على هالنقاط تحديدا بالتوقعات. توقع بشكل عام بمن الفائز 3 نقاط، توقع بالضبط بالنتيجة 6 نقاط، وأكثر مباراة تسجيلا للأهداف ما في ولا نقطة، لاعب يسجل نقطتين، إذا مرتين تحديدا. كوبر تشيمني راح إن شاء الله يحتضن محللين 18 بالإضافة إلى ضيوف محللين 18 في الشهر القادم بإذن الرحمن، لكن إحنا باقي لنا 3 أسابيع تحديدا. ابو خالد التوقعات ما كانت عندي، لكن شو قاعد يقولون توقعت بالضبط القادسيه والنصر 1-1. شلون توقعتها وطلعت؟ شوف ابو تركي، يعني بتقول لي عطنا من المجل. لا بتقول لي اتمنى، اكيد اتمنى ان النصر يفوز او تعادلهم. القادسيه منافس بالنسبه لي مع احترامي الكبير لنادي النصر. واقع. هذا إيه هذا النادي واقع. اللي قلت لك المركز الثالث لبطل الدوري بالكويت. القادسيه عنده ظروف بكل أمانة، غيابات بدر غياب مؤثر، غياب محمد الفهد غياب مؤثر، يعني هذا غياب صوماليا غياب مؤثر، لكن خلص صوماليا يقول خالد إبراهيم فيه الخير والبركة، لكن أنا هذا لا أعتقده. الوقفة دائما مؤثرة حيل الوقفة، يعني خليني أعطيك مثال شيء ما قلته أنا بقوله لأن أنا مو على السالمية. أنا توقعت 2-1 كاظم على السالمية لسبب ان الساميه ما اشرك ولا لاعب في كاس الاتحاد. أيه. وفي وجهه نظري هذا، انا وجهه نظري هذا خطا، لان انت خليت اللاعب لمده 2 أسابيع ما لعب ولا مباراه، وهذه صعبه تصير حتى في اوروبا مده 14 يوم لاعب ما يلعب مباراه، يعني حتى ولا وديه ولا تنشيطيه. أه. فهذه تاثر تاثير كامل على الساميه، عكس كاظمه اللي اشرك امام الصبخات تشكيلته الاساسيه. نعم. فاعتقد انه في مؤشرات ايجابيه ومؤشرات سلبيه. نعم. ممتاز، شكرا ابو خالد. بس عندنا المتصلين. انا ودي بس انا اشكر اخوي محمد النصار. إيه؟ يعطيه العافيه، وهذا شهاده اعتز فيها من رجل رياضي ومحب الرياضه الكويتيه. يستاهل. مشكور يا اخوي محمد. يستاهل. ابو ضاري سال سؤال لكابتن محمد صالح، قال لك انت مع اقاله كابتن محمد ابراهيم او لا؟ اجابتك. هو حدد مع اقالته او لا في الوقت الحالي. إيه؟ نعم. في الوقت الحالي لا اكيد، بس انت مو معناته ان احنا المفروض ان نسكت عنه وما ما ما ننتقده وما ما ما نحاول نحاول نخليه يدير باله على الإجابة الصواب، لأن اللي قاعد يحصل بالنادي العربي لا من مستوى، كل بس أول مباراة قدم مستوى، بعدها قدم مستوى حتى ما فاز، وبعدها لا شيء، لا من مستوى ولا من فوز ولا من حصد نقاط ولا حتى. أنا حتى ردا على أبو مشعل تو تقول إنه والله تو الناس، ولو فاز العربي على السالمية هي المعطيات اللي عندنا، المعطيات الموجودة من الملعب، من بدلة، من طريقة لعب، من خطة، من مبادرة. يا رجل الكويت ناقص لاعب ما قدرنا نخترق دفاعهم. يعني وصلنا لهذه المراحل لما كانوا كاملين يخترقون دفاعهم بأول الدقائق وبس، بعدين ما في ولا شيء. نفس الشيء مع الفرق البقية، يعني الأمر فنيا تعيس جدا. نعم. تعيس حيل. فما ما أوكي نعطيه فرصة شوية أن تونا رابع لعبة، لكن المعطيات تقول لا. يعني يا أما محمد إبراهيم يفترض محمد أنت بقيمة أنت محمد إبراهيم أكيد لازم يلقى حلول. أنت ضد الإقالة في هذه الفترة. أبو مشعل، أنت في آخر التغريدات الخاصة فيك تكلمت وايد بتويتر عن التحكيم ومشاكل التحكيم، وأن انظلمته في التحكيم تحديدا. أبي تبرير على موضوع تغريدات. أتمنى أنك تحط الفيديو عشان الجماعة يشاركونا بخصوص اي بلنتي مع البلنتي. أيه؟ اللي باخر دقائق موجود فيديو عشان أيه؟ احنا ان شاء الله موجود عندنا الفيديو. بس نبي كلامك وبعدين نعرض لك شوف الفيديو. بالبدايه انا يعني لما اتكلم على حكم ليعلم والله العظيم اي حكم. أيه؟ يعني انا اتكلم عليه انه ما في بالنيه شيء. ايه ولا اقصد ان نيت انه يخسر السالميه ولا يخسر اي فريق. انزين، لكن شوف انا انت بتكلم على الحكم عمار اشكناني، انا بجيب لك اياها من الموسم اللي طاف، لعبتنا مع العربي بالسال جابر تاريخ 14. ما مش بس هذه لانها قدامنا. هذه لانها قدامنا. شوف يعني انت ما له داعي جوابي، انت شنو تشوفون؟ ايه. انت شنو تشوف يعني ركله جزاء 100%؟ يعني هل في قانون جديد دش علينا ان البلنتي وطرد؟ هذه انا ما بطرد بالبلنتي. ايه. ممكن يقول لك البلنتي يخفف عقوبه الاداره، العقوبه الاداريه. ايه. على الحكم من الانذار او الكرت الاحمر. انا عطني حقي يا اخي، انا شنو ابي؟ لما يتناقش الحكم يقول انا ما شفته، روح شوفها انت ورا المباراه، شوفها بالتلفزيون حاشت شنو. انا هالحكم هذا شخصيا
وفي حكام غيره بعد. كل ما اتكلم على ظلم انا قاعد يقول لي والله ما شفتها، انا ما شفتها. انزين يعني متى تشوف؟ متى تشوف؟ انا قاعد اتعب على الفريق، من رئيس النادي الى اصغر عامل بالنادي قاعد يتعب على الفريق، دفع فلوس، معسكرات، مدربين متواجدين قبل التمرين بساعتين. انا شنو ذنبي حكم يقول لي والله انا ما شفتها، ولا خطا تقديري، ولا ايا كان؟ انا شنو ذنبي؟ انا ابي حقي في المباراه، ما ابي شيء. انا فريقي مو زين، فريقي غلط، فريقي عطب يعني سوى ضربه جزاء على نفسه، احكم علي وحط علي بلنتي لو 10 بلنتيات، لكن عطني حقي في المباراه. فريقي سيء، انا مو شرط اني انا المباراه اكون سيء، انا المباراه فيها 3 نقاط وامشي، ادائي زين مو زين. انا ممكن الجهاز الفني يعني قاعد مع اللاعبين او الجهاز الاداري قاعد مع اللاعبين قال لي انا المباراه هذه ما ابي اطلع فيها فنيا زين، انا ابي 3 نقاط. ما علي، مش على نفس اللقطه اللي شفناها ابي اناقش فيها الشباب بالاستديو الحين اللي شفته. يعني ابي ابو خالد، لما انت شفت اللقطه كانك يعني هل استغربت من انه ما احتسبت بلنتي؟ تركيبه كل امانه مو الحين وقتها. لا انا اقول لك، شوف وقتها انا اشوف ما شفتها لايف، يعني تابعت صراحه للدقيقه 75 إيه؟ لكن بعدها لما شفت، يعني اكون منصف معك، انا كلمني احد الاشخاص قال ايش اللي صاير بينتي، انا ما شفته. لما شفت البينتي صراحه بينتي واضح 100%، يعني بينتي يفترض ما يطوف على حكم مميز نفس عمار شكناني، ولكن ايضا يعني رساله مني للاخ عمار وهو من خيره الحكام، ولكن عمار اعتقد في الموسم الماضي صار في هبوط في مستواه، يعني يصير هبوط مستوى اللاعب. بس اللاعب يمكن يضر فريق لكن بالنهايه لاعبي، لكن انت حكم عليك انك تراجع حساباتك لمصلحتك، لانك انت خامه زينه، حكم مميز، هذه ركله جزاء بنسبه 100% اعتقد فيها نقطتين خسرهم السالميه، ظلم السالميه وظلم كثير فيه. بخال انا بس بضيف جزئيه عليه، يعني انت الحين قصيت الحق وقلت هذا الحكم ظلم السالميه، ما نقول ظلم، نقول حكم يمكن تقديريا ما شاف. انا شنو حقي الحين يعني نواف الخميس بيتكلم، انا شنو حقي؟ اتوقع كلكم بتقولون ان هذه بلنتي، انا شنو؟ وبعدين فريقي خسر نقطتين، ممكن النقطتين هذه تخسرني دوري باكر، حتى في وقت يعني كابو ما يقدر يعوض. ماشي. انا عندي سؤال حق ابو عزيز، يعني قاعد نشوف مثل ابو مشعل وغيره بالحلقات اللي طافت وايد قاعد يشتكون من مواضيع اللقطات والحكم ما شاف اللقطات. هالشيء هذا ما يعني ما يخلينا نفكر بانه ممكن نلجا التقنيه الخاصه بالفيديو اللي مره تكلمنا عنها؟ بالفعل، وحاليا هي على مستوى العالم للتقليل من الاخطاء، بس شيء ضروري. يعني شوف الحكم بشر، يقولون طبعا حاولت لعبه كره القدم انه باخطاء الحكام، لكن انا اختلف مع هذا الشيء، لان فعلا يعني امجاد سلبت وبطولات سلبت كلها من اخطاء حكام. إيه؟ والله العظيم. فيعني مثل ما تفضل ابو مشعل، فريق قاعد يتعب، مبالغ صرفت 3 نقاط النبي من المباراه راحت عشان هالحاله، والحكم بشر. يعني عندنا الحكام الله يعطيهم العافيه، يعني الاهتمام شويه باللياقه البدنيه، التواجد في المكان الصح في التوقيت الصح. يعني ترى بس اللقطه هذه، ترى النصر ظلم في نفس الجوله. النصر ظلم. انا اقول لك يعني ورسالتي لمن يصطاد في الماء العكر ويدقق بس على الحالات اللي قاعد تصير على المتصدر، لا دا المتصدر هو مثل ما تقول الشجره اللي ترمى، اللي هو نادي الكويت، يدققون على الحالات التحكيميه على نادي الكويت. ماشي. طيب شوف الحالات اللي قاعد تمر عليه، يعني شفنا احنا امس جايلك اي على الحاله ابو عزيز، على الحاله موجوده نفس، يعني شوف نفس الجزئيه ان النصر ظلم، راح نعرضها على حاله تحكيميه. ما علي ابو عزيز، بس انا بتكلم على نفس النقطه صالح، على موضوع زياده الاخطاء التحكيميه ما هي قليله وقاعد تغير نتائج كذي. اللجوء الخاص لتقنيه الفيديو التحكيم ايش رايك فيها؟ المفروض 1000% حاليا بالوضع اللي قاعد يصير طبقه، وبغض النظر عن الحين ولا بعدين، يعني حتى لو كان وضع الحكام 100% سليم وما في اخطاء الا ما ندر، يعني لان الحكم الافضل هو الاقل اخطاء، يعني معناته لازم يخطئ. واي خطا ان كان قد يكون غير متعمد، قد تحجب رؤيه معينه، لاعب مر قدامك، يعني انت مو بيدك متمركز صح، لكن احد طاح، يعني في اي تحايل ان كان. شو تقول على اللي يقول لك حلاوتها تضيع ولا تروح؟ لا حلاوتها انت تخسر كيفك يبا، حلاوتها بعدالتها بصراحه، خسر الناس طول الموسم لان مشجع خسر كاس، يعني تخيل فريق خسر كاس عالم، خسر كاس العالم، تقول لي حلاوتها خسر كاس عالم وانا ابطال اوروبا، والله لان الحكم ما نبي غير تقنيه فيديو. لا لا يعني العفو، الظلم يعني انت تحاول تتحاشاه، وهذا اهم ما يمكن، النقطه الاهم ان انت انا اتحاشى الظلم، فاذا انا بنظلم لا يبا احط فيديو، لو احط مراقب على كل حاجه على كل لاعب. على كلامك صالح، ما يخالف لقطه بس، ما يخالف بس لقطه حرمتنا من تاهل لنهائيات كاس العالم، مو نهائيات، التاهل لتصفيات نهائيه لكاس العالم، وتو يعني قريب، يعني اخر مشاركه للمنتخب الازرق اللي هو لقطه احمد عجب ضد منتخب الامارات الشقيق. يعني لو هذه في تقنيه الاعاده شافوا البوكس
هذه اللقطه هاي صارت بلنتي احنا تاهلنا مخالي مره حطينا لقطه بس شباب عشان هي اللقطه جاهزه يعني عمار كناني حتى القادسي والنصر الموسم الماضي احمد الفضلي العزيز ما انت على مهاجم النصر يعني انت قاعد يعني انت حكم مميز بس عليك تراجع حسن ما علي ابو خالد بس لان اللقطه جاهزه ويانا حطينا لقطه خاصه بظل مظلومه السالميه فيها خلينا ننتقل حق لقطه ثانيه انظلموا فيها كاظمه خلينا نشوفها ومناقشه ضيوف ما علي احنا موجودين تعال ابو مشعل ما خلينا تعليقك الاول خلينا ناخذ تعليقك الثاني الكل أيه؟ لما يشاف هذه يستحق فيها الطرد ولا لا شوف 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 لاعب كاظمه لا تشوف الرجل شوف اليد الثانية هذيك اللاعب ما تعرقل اللاعب ما تعرقل بالرجل اللاعب اندز من الايدين ما عليه ابو مشعل نشوفها مره أنا ثانيه انا اقول لك يعني شوفها مره ثانيه شوفها باقرب مره ثانيه ما عليه تنحط اللقطه كامله انت قاعد تقول لي لا تشوف الرجل شوف الايد صح الايد هذا اليسار ماشي خلينا نشوفها مره ثانيه شوف ايد اليسار وابي تعليقك مره ثانيه اللاعب حاشته دفعه شوف ابو تركي احنا لو مهنا بنوصل يقول غلط عادي لا 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 انا بقول لك الحين انا بقول لك الحين لو انا بدي ادافع معلش 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 شباب مو على البرنامج عادل تفضل يا اخوي ايش السالفه ما حاشه خل اتكلم انا والله زين خل اتكلم شوف 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 يلا شوفوا شوفوا كلكم عادي غلط في الحكم بس ترى شوف وين ما لا غلط شوف يعني دفعه بسيطه يعني والله خل اتكلم تفضل لو نفرض خلينا نسمع الخالد لو نفرض لو نفرض ان اللاعب يعني ذكاء اللاعب عنده انذار وخذا خلى اللاعب الثاني ياخذ الطرد ايه اني انا اجامل على اني ما اعطي بلنتي ما يصير لا لا تعويض لا تعويض اكيد ما فيها كلام هذا لا تعطي لا تطرد اللاعب يعني خله واذا تبي تحط اذا تبي بعد حط لاعب 12 بس عطني بلنتي لا لا ابو مشعل انا بكلمك عن هذه انا اقول لك انا اللاعب احنا كلمنا ويو لاعبين يو اداريين كاظمه قال في دفعه من اللاعب نادي كاظمه اللاعب هذا برازيل فاللاعب دفع باليدين انزين في احد عنده اعتراض على انه كان في دفع من اللاعب طبعا انا ما لمسه اصلا يعني ايه؟ مو دفعه لمس ما لمسه يعني لو يمكن ما ادري يعني حتى ما لمس فنيلته ما في اي تلامس انت واصل بسيط جدا لا يذكر يعني ما في ما يدي ما يدي له تفرق التوازن وتركي بتركي انا مش هذا الشيء بتاتا في نقاط انا بتكلم على اساس ان يعني هني بس انا تعليقا على مساحه هني كاظمه انظلم واللاعب راح يخسره هلا خسرها بهاللعبه وخسر بخسره لعبه اذا 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 هم يشوفون انه طرد لا لا انا على كلامك انت تقول والله انه طبعا البلنتي انا بالنسبه لي صدها اللاعب صدت حارس مرمى يعني فبلنتي ابو طير ما فيها كلام لكن الحين هم كاظم ظلم في هذه الحاله فما حتى في انديه ثانيه قاعد تنظلم يعني اي بس انا قصدي على ان انت تقول انا راحت علي النقاط ما هو كاظم نفس المنوال كنت تروح علي نقاط اللعبه الجايه فكل الفرق سوء التحكيمي هذا انا اتمنى لجنه الحكام تلقى لنا حل يعني مو معقول الحلقه لنا مساحه الحلقه لنا يعني طبقوه الحين ايطاليا وجاي على اسبانيا الموسم الجاي ان شاء الله يوصلنا ان شاء الله ابو عزيز القصه مو فيديو قصه اكبر من فيديو حلو يعني عندنا احنا قاعد نشوف اخطاء بنص الملعب يعني اوت عكسي فاول عكسي في في في, في خبر انتشر قريب حيل وابي اسمع اليوم وقبل ساعات تحديدا انه يقول لك كابتن سامي الجابر قريبا جدا في تدريب فريق كبير داخل الكويت ابو عزيز اقول لك انا ازيد على هذا الخبر تتوقع العربي والله ممكن يعني نادي كبير الانديه الكبيره يعني لو نتكلم عن الانديه الكبيره يعني الكويت مستقر القادسيه يعني نقدر نقول والله يمكن هو يبي افضل من المدرب المتوفر عنده بس هل الماده متوفره اني هذا الكلام يعني القادسيه والعربي ما عندهم رضا تام على محمد ابراهيم وجز ان انا قلت ايضا ما اقدر احمل المسؤوليه يعني العربي والقادسيه مرشحين انت ابو عزيز توك تقول محمد ابراهيم ظلم نفسه ظلم نفسه انا العرب... سامي الجابري يظلم لا نفسه لا لا شوف يعني انت بالنهايه انت لما مدرب لما تي تاخذ الخطوه هذه تحمل قرارك هو اللي اقول كان محمد ابراهيم اخطا لما تسالني عن حسام الجابر اذا اتجه العربي في الوقت الحالي دام ان العربي طلب منه بطوله او منافسه طبعا انت اطلب مني المعقول او انك مثلا انا بادي معك مشروع اعاده تاهيل الفريق بوفر لك كل الامكانيات كل النقاط اللي طالبها انت بوفرها لك وبعدين اعطي النتيجه لكن انا اطلب منك انا مثل ما قال الخبر اللي قلت لك اياه بس ابو عزيز الخبر اللي قلت لك اياه انت تتوقع الواقع يعني الاقرب توصل العربي بس اعطني اجابه بين القادسيه والعربي بين القادسيه والعربي ما اسمح لي ابو تركي هو الخبر الاكيد هو قال الاخ العزيز فهد الجلعودي وهو دائما ضيف عندنا في 2018 ان السعوديه بيلعب مع البرتغال مباراه وديه
يعني هذه هذا امر يعني فعلا انت لما تشوف تتطور مستوى الفرق المنتخبات بلعب مع بطل اوروبا وتو بشهر 11 ترى شهر 11 شهر مهم يعني كل البرتغال تاهل يعني مباراه مهمه بتكون بهالشهر. شنو المقصد من كلامك ابو خالد بالموضوع هذا على الموضوع اللي قاعد تكلم؟ المقصد ان ابو تركي انت لما قلت سامي الجابر ما هو خبر اكيد لكن خبر نفس هذا لازم ما نطوفه لان خبر اكيد ان السعوديه بتلعب البرتغال لكن انا متعمد ذكرت شبكت هذا بهذا. انزين لما اقول لك مستوى تطور مستوى السعوديه غير لما تكلمني عن العزيز سامي الجابر. سامي الجابر كلاعب اسطوره لن تتكرر لكن كمدرب ما عمل العمل الكبير اللي حتى يكون منقذ للعربي او يكون منقذ للقادسيه او يطور من مستوى الكره الكويتيه او يطور من مستوى نادي الكويت حتى ناتي فيه. هذا الكلام انا في وجهه نظري ما ادري من هو الخبر شلون طلع ولكن ما اعتقد ان سامي الجابر راح يكون متواجد لاني قلت لك اذا العربي بيشيل محمد ابراهيم وهو افضل مدرب خلينا نقول في تاريخ الكره الكويتيه محليا تكلم بطولات يعني اتي بمدرب لم يحقق ولا بطوله وغريب على لاعبينا بعد لا لحظه ابو عزيز ابو عزيز ابو عزيز ما عليك امر بس تقصد من كلامك انه كمدرب كابتن محمد ابراهيم افضل من كابتن سامي الجابر. نعم شوف انا عشان اختصر لك بترك إيه؟ كلاعب سامي الجابر أسطورة لن تتكرر. سامي الجابر يعني قد يكون مثل أعلى لأقلب الرياضية كمدرب كمدرب سامي الجابر ما يعني للحين مو هذا سامي الجابر يعني ما عمل نقلة نوعية بالعربي القطري خلينا نقول الوحدة الإماراتي بالشباب السعودي حتى بالهلال يعني سامي الجابر قد يكون عنده توه يعني خلينا نقول صغير قد يكون عنده طموح بس سامي الجابر ما درب العربي كان مدير كرة حزتها درب العربي القطري كان مو مدير كرة كان مدير فني مدير فني مدير ما كان مدرب اكيد انت مدير فني يعني انت شنو مدير فني يعني انت باختيار المحترفين انت تتدخل مع المدرب بالخطط بامور انا ادري انه كان مدير فني وكان براتب عالي الله يرزقه يعني وكان اعتقد مدرب العربي القطري بوقتها اعتقد كان كارينو يمكن يكون ما ادري ماني متذكر بكل امانه لكن كلاعب اسطوره لن تتكرر كمدرب محمد ابراهيم افضل من سامي الجابر على العربي اذا كان يبحث عن مدرب يبحث عن افضل لكن يبحث عن مدرب هو بعيد عن الكره الكويتيه انا هو سعودي وقريب خليجيا لكن خلينا نكون منصفين الدوري الكويتي يعني سامي الجابر بعيد عنه بعيد عنه فاعتقد انه هو بعيد عن الكره الكويتيه اعتقد. حلو صالح ابي رايك خصوصا ان تكلمنا واحنا بنفسنا دخلنا العربي بالموضوع ابي رايك شنو سامي انه حق العربي انت قاعد تسوي اكشن بالموضوع شنو انا قاعد اتكلم عن الموضوع هذا نفسه سامي الجابر يعني ما ادري يعني ايش يعني ما عبد الله تكسر انت عادي انا يعني تو تقول لي قلت لي قاعد اصور فشنو الموضوع عبد الله لا والله صدق والله ما تدري احنا قاعد نتكلم عن سامي الجابر سامي الجابر انه العربي يعني ايش سامي الجابر تو مقال من الشباب السعودي يعني معليش كامل احترامي للسيد سامي الجابر شنو ليش شايفه سامي الجابر حق شنو يعني هو شنو قدم عشان اقول هو الخبر راح خبر عام لنادي كبير لكن إيه؟ اتكلم اذا كان للنادي العربي انت سالتني للنادي العربي إيه؟ للنادي العربي حق شنو جايبه محمد ابراهيم افضل منه كسي في كمعطيات لكن محمد ابراهيم حاليا ما قدم شيء بنسوي سوات الموسم اللي طاف ثلاث مدربين بقسم واحد فاعتقد انه ما له داعي سامي الجابر في العربي واساسا سامي ما عنده شيء يشفع له يدرب فريق كبير بالكويت صراحه يعني نعم. يعني اسمه كلاعب رنان جدا بس المصدر يعني اما انه كمدرب ما عنده اي شيء يقول انه يدرب فريق كبير بالكويت ايه بس المصدر احنا قاعد نتكلم كابتن طارق الجلاهمه يعني والله ابو فهد كابتن طارق الجلاهمه إيه؟ كمصدر رياضي ويقول لك الخبر 80% شوف ابو تركي انا قاعد اقيم الفكره إيه؟ يعني مو بس قال واحد من الفرق الكبيره انا ما قاعد احنا اليوم لا لا لا, لا 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 قال الفرق الكبيره إيه؟ وكابتن طارق الجلاهمه يعني ابو فهد رجل ثقيل ورزين يعني ما يقول كلام صح. بس يقط يعني مثل يقط الاسم ويروح ايه؟ لا ابو فهد دائما عنده مصداقيه ومن خيره ايه؟ المحللين واللاعبين والرجال ابو فهد وذكر قال فرق كبير اذا مو عربي كاظم زين اذا مو عربي قادسيه ادينا براينا انا ما قاعد اقيم الخبر انه صحيح ولا مو صحيح احنا نقيم انا قاعد اقيم تدريب سامي الجابر انا بس عشان اوضح خبر قايل طارق الجلاهمه انا بعد وين اروح اجيب الخبر من ورا ابو فهد ما يجي خبر ما يعني ما راح ادور وراه يعني ما يدور وراه ابدا لكن تكلم عن تقييم سامي الجابر مدرب الدوري الكويتي اعتقد ما يستحق تدريب اي فريق كبير بالكويت نعم عندي انا بس شباب جاهز وياي عندي بريك شنو بس اعطوني شنو عندي الحين ماشي عندي مباراه راح الماني مات جاهز اوكي
عندنا مباراه خاصه بمو ماني ماتش يعني هي لقطات تحكيميه، بنتكلم عن هذه اللقطات التحكيميه بما ان لان كانت المباراه يوم السبت واحنا ختمنا الاسبوع بيوم الجمعه فما تكلمنا عن اللقطات التحكيميه. خلينا نشوف اللقطات التحكيميه الخاصه مباراه القادسيه والنصر، خلينا نشوفها ويا بعض. نشوفها خذينا الميني ماتش الخاص بمباراة القادسية، ما كانت لقطات التحكيمية بس للتوضيح، كانت لقطات خاصة بملخص هذه المباراة. احنا بنركز مو على المباراة كتحليل، بنركز على اللقطات التحكيمية أكثر، لكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم من بعد الفاصل، مستمرين في حلقتنا اليوم في ملخص خاص للجوله الرابعه تحديدا وبعض النقاط اللي نناقشها مع ضيوفنا داخل الاستديو. ارجع مع ضيفي كابتن بدر الخالدي، تكلمنا عن لقطه معينه وخذينا اراء ضيوفنا، لكن انت كان عندك نقطه خاصه في مشكله التحكيم تحديدا، تفضل. شوف ابو تركي، انا يعني بتكلم، انا ببديها من الموسم اللي طاف مع نفس الحكم عمار الشكناني، مباراتنا مع العربي تاريخ 14/10/2016. ايه نفس الشيء مع العربي، اخر دقيقتين من الجيم الاول لنا بلنتي لمسه يد واضحه، المدافع ما اخذها وحاضنها بيده، ونفس الشيء الجيم الثاني خطا واضح ضد عدي الصيفي، نفس الحكم عمار اشكناني. مباراتنا السالميه والجهره انغلبنا فيها 2-1 وبلنتي واضح، وانا كنت موجود هنا بالبرنامج والكل الموجودين المحللين قالوا بلنتي واضح، بس هذا حكم ثاني ما كان عمارش، عمارش كان مع مباراة العربي، وفي حالة بعد احنا مع النصر كنا فايزين 1-0 مع عمارش كناني وبلنتي كان لنا واضح. مباراتنا مع السالمية في حيحيل طرد حق لاعب، احنا لمتى مع التحكيم يا ابو تركي؟ يمكن تحوش حالة واحدة مع نادي الكويت يعني ينظلم فيها خلال الموسم، لكن انا كل موسم قاعد انظلم 3 مباريات 4 مباريات 5 مباريات، يا اخي قول لي لا تتعبوا، انا ترى راح تنظلم هالموسم عشان اعرف انظم نفسي. يعني لمتى انا اتحكى، انا اخاطب لجنه الحكام، لمتى ضد نادي السالميه؟ ترى احنا تعبنا، ترى اقول لكم يا صالح العباره ترى تعبنا، احنا ندش المباراه انحاتي ربعنا انحاتي الحكام. انا هذه رسالتي اوجهها حقي، واذا كل ما اتكلم حكم يقول لك والله ما شافها حق خطا تقديري، يبا اذا ما شافها خليه يسوي لهم فحص نظر، كل شهرين يسوي لهم فحص نظر الحكام. أنا هذه رسالتي بس أوجهها للجنة، ما عندي شيء ثاني. وضحت، جزاك الله خير أبو مشعل. أنا تكلمت وقبل الله أخذ اللقطات خذينا ملخص عام لمباراة القادسية والنصر، علشان كذي أبي أتكلم فيها بجزئية بسيطة جدا مع كابتن عادل بخالد. مباراة انتهت 1-1 تحديدا بين القادسية والنصر، لكن إذا شفنا تبديلات داليبور ممكن هي اللي ضيعت الفوز من القادسية. هي مو تبديلات كثر، يعني خلينا نقول طموح الجهاز الفني والاداري واللاعبين، هل طموحك 3 نقاط ولا طموحك تعزز من هدفك؟ انت بحثت الجيم الاول عن هدف وحصلت الهدف، القادسيه الجيم الاول بحث عن هدف، الجيم الثاني مو تبديلات، القادسيه لم يبحث عن هدف ثاني. يعني في ظل وجود تياغو، في ظل وجود الرياحي، خلينا نقول الظفيري وهو لاعب مميز كل مباريات الدوري بكل امانه، في وجود رضاهاني، في وجود اللاعبين المميزين، القادسيه لم يبحث عن هدف ثاني، بالعكس النصر كان يبحث عن هدف وكان قريب من الهدف، وكان النصر في هجمه في 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 كره، النصر 6 لاعبين ضد 4 من لاعبين القادسيه، 6 لاعبين ضمنهم الباك اليمين مساعد اطراد مع 5 مهاجمين، القادسيه ما بحث عن الفوز. صح تبديلات ديليبورد كانت تبي انه يحافظ على 1-0، لكن قبل التبديلات سؤال، انت التبديلات انا كمدرب كل واحد له وجهه نظر، قبل التبديلات
شنو ضيع، شنو كم فرصه ضاع القادسيه 45 دقيقه الجيم الثاني؟ ما 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 ضاع فرص. القادسيه لم يبحث عن تعزيز الهدف، بحث عن 1-0 وانه يحاول يحاول يحافظ عليه، وهذا ايه صعبه ايه صعبه، خاصه النصر ونزول مشعل فواز. اجواء نهائي كاس، كان نهائي كاس ايه سجل وحافظ. نعم صح، هذا 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 كلام مهم جدا. انت في وجود طلال عجمي، في وجود مشعل فواز، في وجود اللاعب الكولومبي، في وجود يوسف اللاعب السوري، هذين الاربع لاعبين بالذات ما يعرفون، صعب يدافعون، هم لاعبين هجوميين. فمعناته انه بتصير عليك كثافه داخل ال18 بالذات، انا ما اتكلم نص الملعب بالذات، عليك ان تستقل هذه النقطه. وتبحث عن هدف ثاني، وهذا اللي هذا اللي حصل عليك. هذا التعادل ما يقلل من القادسيه، لكن اعتقد القادسيه لو لاعب صح كان بامكانه يفوز بالمباراه. كابتن نواف، انت تكلمت عن موضوع التحكيم وقلت ما نبي نتكلم بس على المتصدرين، نتكلم عن الفرق الثانيه، واستشهدت في هذه المباراه بلدتي النصر. يلا الحين نبي نتكلم عنها مع ظهور اللقطه ويانا. شوف احنا قبل الهوا احنا كنا نتناقش على اللقطه، قبل كنا نتناقش على اللقطه يعني جاسم جعفر ايه. يعني لان اللقطه كانت جدا سريعه الحكم، فشوف الحكم مو متواجد لا بالوقت المناسب ولا بالتوقيت المناسب، يعني كان شوف في اشوفه مكانه يعني الناس يقولون الاولى فاول. اي ايه شوف هي الاولى فاول بالفعل، بس اللاعب خلاص الحين اتجه منفرد على المرمى، رضا هاني احتك معاه، وهذا طبعا عرقله واضحه 100%. يعني هذا بلنتي انا وجهه نظري، شوف احنا مساعد قبل هو تناقشنا عن حاله الطرد، اذا كان الطرد اذا البلنتي كان بالفعل احتكاك مع اللاعب وعرقله، اذا كان انذار وبلنتي او طرد وبلنتي. انا عند رايي انه طرد وبلنتي، بس يعني قبل هو كنا تناقشنا انه في تعديل على القانون انه ما يصير عقوبتين بعقوبه واحده طرد مع بلنتي، بس انا الى حد علمي ومعلومات الحاليه يعني انا ما ادري عن التعديل هذا الجديد، انا اقول هذا طرد وبلنتي ايه؟ ونادي الكويت مو بس النصر، نادي الكويت ظلم. يعني خلينا نتكلم على نادي الكويت ايضا ونادي النصر. نادي النصر ظلم انه 80 دقيقه نادي النصر كان ممكن يلعب متفوق لاعب وعنده متفوق بالنتيجه بحكم انه بلنتي 1-0، المباراه رايحه للنصر المفروض، يعني مو تعادل. ونادي الكويت انظلم لانه رضا هاني لعب مميز، ومن حق نادي الكويت انه ما يلعب امامهم قال بعد لعبتين، لو كان طرد يعني توقف لعبتين ما يلعب قدام الكويت. فيعني هذه الجزئيه اللي انا كنت بتكلم عنها. ماشي صالح، ابيك تعلق على هذه اللقطه اللي انت شفتها قبل شوي. كابتن نواف قال لك هذه طرد وبلنتي، أوافق 1000% يعني، بس أنا الغريب إنه ليش ما صارت يعني؟ يعني شنو يعني هي مبينة حتى من بعيد، إحنا بالتلفزيون شفناها قلنا أو من التلفزيون وإحنا قاعدين ببيوتنا، فما بالك الحكم ده داخل الملعب، يعني أنت مركز على المكان هذا طبيعي يعني. مسؤولية ثانية الأولى فاول المفروض الأولى. لا نفس اللقطة ما فيها شيء، احتكاك طبيعي ومشاركة طبيعية عادي وكمل اللاعب طاح، هذا أنت جسمك أضعف من جسمي، هذا البادي بالانس مالي ما شلون اقول لك اياه، عادي احتكاك طبيعي يعني. والمشكله ان لاعب القادسيه اللي رايح عليه بعد، يعني هو عادي قاعد يركض ناطر الكره ولاعب القادسيه اللي رايح له، وهو اللي طاقه وهو اللي طاح، ايش حقه فاول؟ لا ما فيها اي فاول اصلا. بس الغريب حيل يعني انه ما انحسبت، يعني انت شوفني واضحه يعني مو عشان الكره دنت شويه يسار، هذا لو الحكم لاحق عليها الكره حكم الساحه يشوفها اكثر من حكم الراي، حكم الراي ممكن يختلف على الامر انه ممكن رضا هاني ضربه بريله. ممتاز يعني حكم الكره لانها راحت شويه يسار. شوف شوف قول خلت كمل يلا. شوف الكره راحت يسار لان لما اللاعب طاح، يعني هي ما راحت يسار يعني ايه؟ حتى لو مو شايف الطقه انزل. شوف الكره بمكانها ما تحركت لما اللاعب طاح، يلا الكره راحت يسار، يعني بكل الحالات هي بلنتي. ابو تركي هو يعني لنفرض ان الاولى فاول اجامل على الثانيه، يعني هذا اللي احنا بنتكلم اللي زبده الكلام اللي بنقوله، يعني هي بلنتي واضحه بلنتي ايه؟ يعني ما ما ما, ما يقدر واحد يغطي ولا يجامل ولا شيء، بلنتي 100%. لكن الاولى اذا فاول ايه؟ انا مشيت الكره خلاص، انا ابدي بعد الامر اللي صار انزين. انسى الامر والله اخليها ببالي، انا والله فاول مشيت عشان سلاني ولا هذه ايه؟ فلا يا بلنتي واضحه، بلنتي واضحه. ابو خالد الاراء متفقه، انت تقول؟ انا اقول بلنتي طبعا واضحه ما في مجال يعني ايه؟ بلنتي بنسبه 100%، نفس ما قلنا بلنتي الساميه بلنتي، هذا بلنتي. والاولى مو فاول؟ لا الاولى يعني يعني اقرب تكون مو فاول، كلام ابو جاسم سليم يعني جسمه اقوى من اللاعب، لكن ما في دفع، ما في مثلا تقول والله باليد خلينا نقول دزه او دفع، لا ما في، انا اشوفها جدا عاديه وبنتي بكل امانه. شكرا. وصلنا الحين حق تشكيله الاسبوع الخاصه بالجوله الرابعه، انا اوزعها لضيوفي ونعرضها بالشاشه، وطبعا هذه تشكيله خاصه من ال18، وطبعا ضيوفي هم لهم الحق انه يعطون أحقية هل هذه تستاهل أن تكون هي التشكيلة المثالية في هذا الأسبوع ولا هناك بعض التغييرات من وجهة نظر
ضيوفنا داخل الاستديو. شباب التشكيله وياكم، وانا اقولها حميد القلاف الكويت، حسين حاكم الكويت، علي نادر من السالميه، محمد الهدهود من كاظمه، سامي صانع من الكويت، محمد فريح العربي عفوا السالميه، فرحان سعد من تضامن، حميد ميدو الكويت، يوسف قلفه نصر، والامام فيصل عجب من التضامن، ومن الجهره فيصل زايد. ماشي، وفي تحريك بسيط من محمد فريح، اي هو باك احنا غيرنا مكانه كتشكيله عامه حق الجوله الرابعه. اللي جاهز بانه ممكن يعدل اللي يغير الخالدي تفضل. انا عندي شغله يعني الامانه كل اسبوع قاعد تطلع لنا تشكيله، انا احب اشيد الامانه اللاعبين نادي السالميه، الامانه في كل تشكيله قاعد اشوف لاعبين تقريبا اقل شيء قاعد اشوف لاعبين، هذا الاشاده الامانه انا يشكرون عليها اللاعبين، وهذا مجهودهم، لا هو مجهود جهاز اداري ولا مجهود جهاز فني، هذا مجهود ومتعبهم ويستاهلون الامانه. يعني هذه اخر تشكيله طلع فيها علي نادر ومحمد الهدهود. يعني المقصد من كلامك مو مش انتم راضين على الاداء؟ نعم. رغم انه في فوز واحد مع التضامن. شوف هو شوف الاداء اللي صار بعد الوقفه نادي كاظم، احنا حذرنا اللاعبين الامانه ان الوقفه هذه مثل ما قال اخوي ابو خالد اثرت علينا شوي. اي بس هو يعني المباراه احنا كنا نبي منها الزبده، في عناصر الأمانة أدت يعني مثل علي نادر والحمد الهدود، يعني لو مو متواجدين الأسامي هذه أنا كنت أطالب بتواجدهم صراحة. إيه؟ يعني أدوا وهم كانوا نجوم المباراة. والأسامي الباقية ما يحتاج إني ما في أمانة يعني ما في تعديل. محمد كابتن محمد الصالح بالتشكيلة هذه المثالية لهذا الأسبوع تحديدا ما في ولا لاعب أرباوي، رأيك؟ حمد فريح شاب سعودي. أوكي أو دركي إنك تبي مجاسم يبي يتحرش بس يتحرش خله. انا بالنسبه لي اغير سامي الصانع، سامي الصانع اللي لعب مع العربي هذا نص سامي الصانع، مو سامي الصانع اللي المفروض ان نعرفه، فما اعتقد ان كان المفروض يكون اسمه بالتشكيله كتشكيله. انا لو بحطه ما راح احطه سامي، انا سامي اللي كنت اشوفه غير عن سامي اللي شفته مع العربي، فارجع محمد فريح مكانه وانزل فيصل زايد بالنص وادخل محمد سعد مهاجم. ممتاز. بس هذا ممتاز. ابو خالد طبعا اول شيء مضايق منها شفتك. لا لا بالعكس، بس سامي انا اوضح لابو جاسم، لا ترى كلام ابو جاسم كلام سليم، مدح بسامي هذا. أيه. يعني سامي ترى عنده دوره، وما تدري الولد من الدوره لملعب التمرين يطلع من دوام الساعه 5 تمرينه 5:30 حتى بالمباريات يداوم، فالله يجزاه خير على هذا المستوى رقم منه هو بدوره. أيه. لكن انا يعني اعتقد سامي الصانع يستحق، حسين حاكم يستحق، بزعل ابو مشعل شويه على علي نادر بحط فهد حمود. إيه؟ لانه قدم مباراه كبيره امام العربي. إيه؟ كلها كلها بيصير الكويت لا والله انا ما اعرف اجامل. إيه؟ انا اقول لك بكل امانه. إيه؟ كمارة موجود تبي؟ لا، لان فرحان سعد ادى جهد كبير امام الجاره فيستحق. محمد فريح هذا اللاعب اللي بكل امانه ما شاء الله تبارك الله، هذا نقدر اقوله الموسم الماضي هو من نجوم الموسم، اذا ما يكون نجم الموسم. إيه؟ الموسم هذا 4 مباريات هو زبدة العربي، لا يزعلون مني العرباوية. إيه؟ هو زبدة العربي. فيصل عجب يستحق، مسجل هدفين. فيصل زايد مع أني أحب هاللاعب ولكن ما أعتقد أنه قدم أمام التضامن المستوى اللي يخليه يكون موجود بالتشكيلة. إن هذا وجهة نظري. بس صنع جولين بو تركي، أنت شفت الجولين مال جارة؟ إيه، يعني إحنا حاطينها على أساس أنه ما هو الثرو اللي تقول فيصل زايد عنده إمكانية أعلى بكثير بكثير. فيصل زايد الموسم الماضي افضل لاعب بالموسم بالنسبه لي، بس ما يمنع انه يقدم مستوى. انت حطه اي انتوا حطوها وجهه نظركم. انا بقول لك وجهه نظري، قول لي احنا بس تبرير. انا اعتقد اتفق مع اخوي ابو جاسم احط محمد سعد. كابتن نواف الخميس، والله شوف الاسامي الموجوده كلها تستاهل امانه، اقول لك يعني يمكن انا ودي اضيف اسماء بس ما اقدر اقول لك بطلع اسماء. يعني محمد كمارة يعني على اللي سواه مباراه العربي وكل من اشاد فيه، وطبعا مستواه ثابت يعني محمد كبار يقدر يلعب في اي نادي اوروبي، بس ان اللي شفته مباراه العربي يعني دومينيت ذا ميدفيلد، يعني خذ النص الملعب كله بروحه. يعني تقول محمد سعد يستاهل يدش التشكيله، وكذلك فهد حمود يعني هم يستاهلون يدشون بالتشكيله. ممتاز. احنا بس للتوضيح كنا محتارين بين ميدو وكمارة، بس لان ميدو سجل حطينا ميدو. ليش ما تحطون اثنينهم مثلا؟ كم لاعب يصيرون؟ لا ما شيل واحد، يلا شيل لي واحدة. لا تقيسها كذي ابو تركي، انت قيسها زين خالد، شيل لي واحد. لا انا شوف انا لما قلت مثلا على علي نادر، علي نادر ترى
مبتعد وظهر مستوى كبير، يمكن انتم قدرتوا له هذا الامر، بس انا قيس على فهد حمود من السوبر متعور ما لعب، لعب مباراه امام العربي ظروف المباراه وجماهيريه والعربي حياه او موت، انا قيس دائما كذي ظروف المباراه، كان فهد حمود من نجوم المباراه نعم. يمكن العربي ما قدر انه يخترق او حتى باص طويل لان حسين وفهد حمود موجود، انا ما تكلمت عن حسين لانه موجود بالتشكيل حسين ايه. والحسين كان صراحه ابو علي من نجوم المباراه ممتاز. عندنا بعد غير التشكيله اجمل جمله تكتيكيه في هذا الاسبوع تحديدا، خلينا نشوفها. هدف النصر، تم اختيار هدف النصر كأفضل جملة تكتيكية، موافقها أبو مشعل؟ والله شوف يعني حسب اللي شفته يعني ما شاء الله المقلات بدأت من الدفاع للوينج اليسار لدشت لداخل، شوف أنا أشوف الخلل الفني اللي صار بالهدف هذا ايه؟ دخول قلب دفاع خامس يعني هي صارت مثل ما تقول ما حد عارف وين يوقف حتى لو تشوف الهجمة مساعدة بجد على 18 ممتاز. هذه اللي أشوفها دخول قلب دفاع خامس هو اللي صار خلل بقلبي مش علشان الوقت والله أنا ما عندي وقت عندي بس غلطة منه علشان لا أختم وما خذيت الملخص كامل غلطة منه هدف القادسية لا غلطة المدرب طبعا لا 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 أنت جاوبت على اللي بشوفه الحين بالفيديو ممتاز خلينا نشوف غلطة منه كابتن عادل غلطة منه وأبيك تعقب لي على كابتن ظاهر العدواني بعصبيته أن اللاعبين راحوا شوف هذا يعطيك انطباع للشغل الكبير اللي يقوم فيه ظاهر العدواني ايه؟ قبل أن يدش الكرة جول قبل لا يرفعها اللاعب عصب وصارخ لأن عنده منظومة عنده تمارين يعملها أعتقد اثنين يدشون على واحد بهالطريقة يعني فيصل سعيد كان من نجوم المباراة ترى وأدى دور كبير ايه؟ ولكن أعتقد طاف لاعبين بسهولة انزين. يعني أنت بسهولة حتى العرضية اللي عرضها فيصل سعيد ما كانت عرضية مميزة لكن كانت في كثافة عددية سلبية هذا يعطيك انطباع جول النصر على القادسية كثافة عددية سلبية ممتاز عندي بريك صغير وبعدها أرجع للختام خلنا نأخذ البريك
رجعنا وياكم بعد الفاصل القصير للختام. دائما في البرنامج تكلمنا عن آخر المستجدات الخاصة، تكلمنا عن اللقطات الخاصة في الجولة الرابعة من دوري فيفا. كذي وصلنا للختام. أشكر ضيوفي الكرام اليوم داخل الاستديو على الإثراء في هذه الحلقة، كابتن عادل عقلة، كابتن نواف الخميس، ضيفنا اليوم كابتن بدر الخادي. شكرا على حضورك. شرف. والمغني أو مو غريب على عدسه، مو غني الفقير، ها كابتن محمد الصالح، يعطيكم العافيه. نشوفكم حلقه باكر ان شاء الله بنفس التوقيت. مع السلامه.